كلام نزل بعده. برا بس انا اكثر الكلام طيب خي نزل برا انت صعب الله الله ما طولش اروح امين ان شاء الله امين امين. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. الشاعر فلاح القرقاح يقول مجلس خالي من الذكر ما فيه بركه. صلوا على النبي. صلوا على النبي يا ولد. صلوا على النبي. كملوا محور حديث. كملوا محور حديث. اول انت من شد هاو ار يو جود مورنينج فاين ثانك يو واتس يور نيم. هذه محاور انجليزيه. كنت تقول والله من شد يقول هواء انا خليني اعطيك اياها انا. لا بعلمكم يا عيال. انا بعطيك انت انا لا بعلم انا اعطيك محاوره ذا عندي. لا ما ابغى محاوره ابغى من شد. عطني بالانجليزي روح اشرح لك السالفه كامله. كيفكم ها اسف عليكم سالفه الله يستر يا اخوي. لا انا عندي محاوره. انا عندي خليني اقول سالفتي. انا اخ عبد الله خليني اقول سالفتي. اول مره زي اللعب تجريت طبعا قبل اتعلم السواقه تجريت اني امسك الدركسون واشغل السياره واني امشي. ها سلام. كنت انا وعمي اجينا والله ما سمعت اقول مره والله ما سمعت. اول مره جيت مسكت السياره ابغى اسوق السياره وانا ما عرفت ما تعلمت. سلام. ونيتي يا رب السياره. انا كنت افكر ان السياره اذا شغلتها هي اللي تمشى وتعود بالبيت. انت الدركسون انا بس امسك الدركسون هي اللي تمشي تروح تعود. كنت افكر كذا. وجينا وعمي، عمي ذا فيه يعني يغرف من بحر الندالة شوي، ما هو بواحد. مسي بالخير ابراهيم كيف حالك طيب؟ ايوه. السلام عليكم. اسلم. خذها انا براك. المهم ويجي ابو عمر السيارة، اجي انا عند السيارة، طبعا السيارة ديتزن قديمة. قديمة 85. نعم. لا اسلم. الله 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 اسلم. اذا انا الله الله اسلم يا تخرج لك من سالفته يا طويل العمر السلامه. وجه اركب. اذا انا الله الله الو. اذا انا الله الله قدام ايوه. فاقول لكم يا الربع لبيلي ويجيكم يا طويل العمر السلامه. اجيكم ابغى اسوق السياره. انا اول مره اجي اجلس على يعني مرتبه السواق. ديتسون قديمه تشتغل بملعقه سكين اي شيء تشتغل باي شيء. تمام. هو عمي نذر في نذال ابراهيم امسي عليه. مسيت عليه 70 مره. ويجي يا طويل العمر السلامه ويجي هو قال ايش؟ قال انت اركب وانا بشغل السياره وهي بتفر بنا وتعود. خذ راحتك. المهم يا طويل السلامة واجيكم اسوق واجيكم انا اركب سواق وهو ذا. جدي ما كان موجود وابوي ما كان موجود. ويجي جدي ما هو موجود وابوي ما موجود. وادق سلف السيارة جيت انا قلت الحين يا ولد كيف نشغلها؟ قال انا اعرف. عمي يقول انا اعرف. صغير يا ولد انا كم ما اشوف الزبلت. وجي شغل السيارة. جاء هو قال بالملعقة كذا السيارة في واحد ما فيها جرد. قرن. تشتغل. ايوه. والله اني متمسك في الدركسون لين قبعت في الجدار دو وانزل وازبل. عمي ما عاد شفته يمكن يومي غاب عني. جبل حطه في راسي. فؤاد صدم بالسياره. فؤاد هو اللي مشغل. المهم وجيك اروح فوق وعاين لاخوي اللي اكبر مني تعرف اللي ياكلها بجنب ما لها الا ذيبان. فؤاد عشان يا ابوي سالني فؤاد عشان عيدك. قال باخذ حليب ودي عشان عيدك. خذ راحتك والله فنجان له انت يا ابوي. ويجي يا طويل السلامه قال ابوي مالي صدم بالسياره قلت علي. قال جدي مالي صدم بالسياره قلت علي. اخوي اكبر مني عزر حطه فيه وقع. انا اليوم زعلان. ليه ولا اني بزعلان طلعت منها انا ومن انا وعمي. هذه من عند المواقف.